واحد بيقول لماذا لم يأتي السيد المسيح من الناس ليوسف الصديق برغم انه كان برا جدا ولم يخطئ الى الله الى اخر. لان السيد المسيح في النبوءات كلها انه يأتي من نسل داود، ويوسف الصديق ملوش دعوة داود. بيقولوا ازاي جه من نسل يهوذا اخيه الاكبر رغم انه اخطأ الى اخوه. لا، هو كان المهم في حكاية داود مش في حكاية يهوذا وغيره.